اتصال مع ضيفنا من طرابلس الدكتور مصطفى علوش عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل. اهلا بك دكتور مصطفى. يعني بدايه دعني ابدا معك من هذه الاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء اللبناني مع فرنسا وامريكا يعني محاوله التهدئه من هذا التصعيد. و السؤال هنا، من الذي اوصل الوضع الى هذا الحد؟ ويعني كيف لرئيس الوزراء أن يعني يتواصل مع المجتمع الدولي من أجل يعني التهدئة لقرار مختطف أساسا من قبل حزب الله؟ يعني في البداية من تسبب بهذا التصعيد، نحن نعيش التصعيد منذ احتلال فلسطين. يعني عمليا إن رأينا هناك طبعا سلسلة طويلة عمرها أكثر من 70 عام بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي، ولا يزال قائم. لبنان هو جزء من هذا الواقع، وبالتأكيد أصبح عالقا في هذا الواقع على مدى سنوات، خاصة بعد أن دخلت إيران على الخط، وبعد أن أصبحت إيران هي الآمرة الناهية بخصوص إدارة هذا الصراع منذ على الأقل بضعة عقود لنقل ذلك. الرئيس الحريري همه الأساسي هو لبنان، وهمه الأساسي هو على الرغم من أنه لا قرار له لا عند حزب الله ولا عند راعي حزب الله، وبالتأكيد لا قرار له عند العدو الإسرائيلي، لكن بالنهاية ما يهمه هو أن لا تتدهور الأمور بشكل تؤدي إلى ضرب كل احتمالات الإنقاذ التي يسعى إليها على مدى السنة الماضية من خلال صدر وتقديمات المجتمع الدولي. وهو يعلم بأن ما حدث سنة 2006 من مساعدات بعد الحرب المدمرة قد يكون مستحيلا الآن بظل الأوضاع القائمة في المنطقة على المستوى الدولي. لذلك من المنطقي أن يذهب ويحاول أن يستدرج الدعم من الدول المؤثرة على إسرائيل كي لا تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك. أما من ناحية حزب الله فبالتأكيد حزب الله يقوم بما يقوم به بتوجيهات كاملة من إيران، وعمليا لا أظن بأن الحديث مع حزب الله سينفع بأي شكل من الأشكال. نعم دكتور مصطفى. تفضلي. نعم فقط الصوت ربما تقطع. طيب دعني أسألك هنا، يعني ما الذي اختلف في حزب الله تحديدا ما بين 2006 واليوم؟ يعني خاصة أن حزب الله ربما أنهك مع العقوبات على إيران ومع الحرب السورية أو التجربة السورية، لأي مدى برأيك تغير أو استفاد أو خسر حزب الله؟ يعني في الواقع بحسابات واضحة المعالم نرى بأن المدى الاستراتيجي لحزب الله من سوريا وصولا إلى إيران أصبح مهددا وأصبح ضعيفا جدا، خاصة أن النظام في سوريا هو واقع بشكل جزئي وربما بأكثره تحت السلطة الروسية، وروسيا أيضا يبدو بأنها تقوم لديها تفاهم واضح المعالم مع إسرائيل لجانب الضغط على الأطراف الإيرانية ومن ضمنها حزب الله، وبالتالي تكسب روسيا أكثر في سوريا من خلال إزاحة الإيرانيين كشركاء في هذه القضية. نعم هناك تغيرات كبرى، وبغض النظر إن كان حزب الله يملك أسلحة أكثر أو أقل مما كان الوضع سنة 2006، لكنه يملك أقل مدى استراتيجي بالمقارنة مع سنة 2006 بالتأكيد، خاصة أن طريق إمداداته من سوريا لم يعني عمليا أصبحت بأقل، يعني تصل إلى 10% مما كانت عليه في سنة 2006. لكن بالنهاية حزب الله هو جزء من منظومة إيران، وعمليا يعتبر نفسه فيلقا متقدما للقوات الإيرانية، ولن يأبه بأي شيء آخر حتى ولو كانت إمكانياته أضعف، لكنه بالنهاية سيقوم بما يؤمر به من أجل الخيار الاستراتيجي الإيراني. طيب ماذا عن لبنان؟ ما الذي تعلمه لبنان ما بين تجربة 2006 مع حزب الله وتجربته اليوم؟ ما الأشياء التي يجب على لبنان الانتباه لها في هذه التجربة؟
الواقع ما تعلمه اللبنانيون هو أن المزيد من الناس تطلب الهجرة الآن، وتريد أن تجد أي مكان لها خارج لبنان بظل تردي الوضع الاقتصادي واستمرار التهديد باللا حرب ولا سلم الدائم داخل لبنان، وبظل أيضا عدم وجود أي أفق جدي لحلول لا من خلال صفقة قرن أو غيرها بالنسبة للبنان والمنطقة. لذلك طبعا التجربة اللبنانية سنة 2006 انتهت بنوع ما برفع شعارات النصر فوق الركام، لكن الآن يعني لا يدري اللبنانيون إن كان سيبقى أي شيء من لبنان، ليس من ناحية الدمار ولكن من ناحية الوجود ككيان اقتصادي يسعى إلى أن يلتقط الأنفاس على الأقل في هذه الفترة العصيبة، إن كان سيبقى شيء إن حصلت يعني كارثة جديدة مثل سنة 2006 أو حتى أقل حجما من تلك الكارثة. طيب ما تأثير ما يحدث، بما أنك تتحدث عن يعني أحلام اللبنانيين في هذه اللحظات الصعبة، ما تأثير ما يحدث على الداخل اللبناني؟ التأثير هو ذاته المزيد من الانقسام، المزيد من الحيرة، والمزيد من الخوف من المستقبل. وعمليا الانقسام العمودي القائم في لبنان منذ سنة 2006 وبالتأكيد بعد 2006 بعد الانقلاب على حكومة الحريري، بعد الحرب السورية، كلها أمور تزداد. وعمليا الإشكال الكبير هو أن جزء من اللبنانيين للمعاناة العميقة بمختلف المستويات التي عناها من حزب الله بكل موضوعية يعتبر نفسه حياديا بالنسبة لما يحصل لحزب الله، ولسنا حياديين بالنسبة لما يحدث للبنان، لكن بالتأكيد لا يعني لن يأبه لأي شيء يحصل لحزب الله. ألو نعم. نعم. ألو. أنا لا أسمع. نعم للأسف لا أسمع الصوت بشكل واضح بعض الأحيان. عموما دكتور مصطفى، يعني دعني أسألك أيضا عن المخاوف، هل هناك أي مخاوف من الرد الإسرائيلي إثر التأييد الأمريكي المعلن في المرحلة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة؟ بالتأكيد هذا أمر مفروغ منه، لأن أي رد إسرائيلي حسب التهديدات الإسرائيلية من حجم هذا الرد، أنا عفوا أقصد من حجم لا نعلم، فالسياسة الإسرائيلية ليست معلومة بالنسبة لنا. وعمليا هل تريد أن ترد لدرجة أنها تريد أن تحجم حزب الله، أو تريد أن تقوم برد يقوي حزب الله؟ لأنه عندما يكون الرد متوسط الحجم أو ضعيف الحجم ومجرد رد بسيط، فإن المكسب الإعلامي لحزب الله يكون عادة مضاعفا، لأنه يعتبر بأنه انتصر بالتأكيد. أما إذا كان الرد واسعا وقويا، فالضحية الكبرى عادة تكون لبنان واللبنانيين، ونذكر بأنه سقط 1100 شهيد لبناني سنة 2006 من المدنيين غير القتلى العسكريين. لذلك والدمار طبعا لحتى الآن لم نتمكن من إعادة على الأقل ترميم ما حصل في تلك الأوقات، خاصة الآن نحن نعاني من وضع اقتصادي شديد الصعوبة. لذلك بالتأكيد حجم الرد الإسرائيلي هو قد يكون بحجم الكارثة التي لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تعالج بأي شكل من الأشكال إذا كان كبيرا. نعم دكتور مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي للتيار المستقبل، شكرا جزيلا لوجودك معنا.